السلام عليكم ورحمه الله، مرحبا بكم في فيديو جديد على قناتي. اليوم غادي نشارك معكم جوج طرق ديال تحضير الضلع، واحده بالطريقه ديالي والاخرى ان شاء الله بالطريقه الفرنسيه. غادي نحضروا مع البطاطس وغادي نحضروا مع الشامبينيون، فخليكم مع الفيديو باش تشوفوا المقادير طريقه التحضير. من اول حاجه البنات غادي نبداو بتحضير البطاطس، هي كتاخد شويه الوقت داكشي علاش غنسبقها هي الاولى. المهم كيف ما شفتوا هنا عندي جوج حبات ديال البطاطس، شديتها قطعتها هكا بشرائح تكون شويه سميكه كيف ما كتشوفوا. هذا الشكل هذا خاصها تكون هكا بهذا الحجم باش ما تجيكمش رقيقه بزاف ملي تطيب. صافي، وفي هاد اللحظه انا كنت دايره هكا الكاسرونه، دايره فيها الماء ودرتها تغلات مزيان. غادي نوضع فيها البطاطا ديالي وغادي نضيف لها واحد حسب معلقه ديال الملح وخليتها تطيب واحد خمسة دقائق صافي، ونحيدوها وغادي نخليها تبرد وغندوزو باش نحضروا العطريه اللي غادي نشرملوها بها. بالنسبه للعطريه هنا عندي معلقه ديال الزعتر، معلقه الملح، شويه ديال الابزار وشويه ديال التحميره، وعندي دريس تاع الثوم شديتو حكيتو. الى عندكم الثوم بودر استعملوه. وهنايا غادي نضيف واحد ربع كاس ديال زيت الزيتون، الا ما كانش عندكم زيت الزيتون توفر تقدروا تستعملوا الزيت العاديه ماشي مشكل. صافي، هنا البطاطا ديالي من بعد ما بردت فانا ضفتها هنايا على هذيك العطريه وغادي نقلبها هكا مزيان باش تشرب هذيك العطريه مزيان. صراحه كتجي لذيذه بهذه الطريقه، وتقدروا هكا اما تقلوها اولا تدخلوها للفران، ولكن في الفران انا كنفضل حسن. صافي، ودابا درتها في اللاطه وغادي ندخلها للفران طيب ونرجع معكم. صافي، ودابا غادي ندوزو باش نحضروا الضلعه بالطريقه الاولى اللي هي طريقتي بطبيعه الحال واللي كنستعملها دائما. الصراحه كتجي لذيذه، فانا كناخذ هاد الشرموله هذه نيت اللي درت يعني الثوم وملح والزيت الزيتون والابزار والتحميره، يعني اللي ما بغاهاش ما يستعملهاش. المهم انا كندير لها شويه الزعتر، ما كانش عندكم الزعتر تقدروا تعوضوه باليازير، صراحه كيعطيها واحد اللذه زوينه. غادي هكايا نمصيها بهذاك بهاد الشرموله هكا، وندير نفس الطريقه في الجهه الثانيه بحال هكا. صافي، نحاول ندهن كاع الجوانب ديالها مزيان وغادي نخليها ترتاح واحد المده ديال 5 دقائق عاد غادي نقليها. درت واحد المقلات من بعد ما سخنت ليا، غندير فيها هكا شويه ديال الزيت، نستنى عليها هكا تيدخل. صافي، من بعد ما سخنت الزيت ديالنا غادي نديرو كنبقى بحال هكا مرة نقلبوها حتى تطيب. صافي، من بعد ما كتحمر لينا هكا مزيان نقصو النار وكنخلوها على نار هادئة واحد تقريبا واحد 10 دقائق، من اللي يجيني 15 10 دقائق عاد كنفيدوها.
صافي دابا غادي ندوزو باش نحضروا هاد الضلعه الثانيه. كيف ما قلت لكم على الطريقه الفرنسيه، يعني ما غاديش نحتاجوا نديروا ليها بزاف د العطريه. فكيف ما كتشوفوا صافي غادي نحتاجوا غير شويه ديال وشويه الابزار بحال هكا وزيت الزيتون بحال هكا وهذه الماسه هكا مزيان وغادي نقلبها ندير نفس الطريقه شويه الملحه شويه الابزار وشويه الزيت زيت الزيتون يعني غنمسيها شعيه هكا مزيان بنفس الطريقه كاع الجوانب هكا ندهنهم صافي. ودابا غادي نخليها ترتاح وغادي ندير هذيك الكريليا ولا قالت البانيني المهم هذيك عندي تتشوي غادي نديرها تسخن عاد باش نحط فيها هاد الستيك ديال صافي. ودابا ملي بعد ما سخنات ليا كيف ما شفتوا الدخان خرج يعني هانتوما كيف ما شفتوا هادي تطليق كاع الستيك الدجاج يعني الحوت كلشي يعني تقدر دير فيها كتجي فيها زوين صراحه كيجي فتي وزوين يعني تقدروا تدخلوا حتى الفران يعني حتى هو كيجي مزيان. غادي ندير لها هكا شويه ديال درشيشه هكا خفيفه ونزيد الزيتون وغادي ندير فيها هذا صافي نبدا نقلبوها حتى نحل هكا بالنسبة للسكوت ديالنا حنا كنبقاو مرة مرة كنقلبو بحال هكا صافي كنغطي عليه غادي نحط عليه الحرارة شوية ونخليها هكا بزوج ونخليه يطيب على خاطره باش ميبقاش خضر من الداخل صافي. ودابا غادي ندوزو باش نحضروا الكريمه ديال الشامبينيون. فهاد الطبق هذا ضروري ما تحضروا معاه هكايا شي صلصه اللي تمشي معاه ما حيت كيجي ناشف شويه ضروري ما ديروا معاه كريمه. فكيف ما شفتوا هنايا درت المقلاه حتى سخنات ودرت معاها معلقه هكا ديال الزبده غادي نخليها حتى تذوب صافي. دابا الزبده غادي نضيفها هكايا واحد بصله صغيره او نصف بصله يعني غير شويه كميه قليله وكنضيف واحد الفص ديال الثوم صافي كنشحرو بحال هكا من بعد كنضيف عليه هكا واحد 200 غرام ديال الشامبينيون هاد الشامبينيون معلب خلصت على البصلة مزيان صافي. من بعد ما كيتشحر لينا الكومبي مزيان الشامبينيون مزيان حنا كنضيفو هنايا عندي واحد بزاف ديال لاكتون فريش تقريبا 200 غرام كنضيفوها غير في الفطر أو الشامبينيون صافي. من بعد كنضيف واحد شوية الملح هكا وشوية ديال الإبزار صافي كنخلو هكا. إذا بغيتوه خاتر فانتوما كتخلوه حتى كيشرب مزيان بغيتو تخلوه فيه هكا شويه لاطو صافي غير كتغلى هكا الكريمه واحد دقيقه صافي كتصفيو عليه
المهم البنات، هذا هو الشكل النهائي ديال الطبق ديالنا ديال الضلعه بكريمه ديال الشامبينيون وبالبطاطس في الفرن. الصراحه كيف ما شفتوا كيجي زوين وكيجي فتي، كيجي لذيذ، وخصوصا البطاطا حتى هي جات زوينه فتيه. كنتمنى تجربوا هذا الطبق وتردوا عليا. هذه صور من الطريقه الاولى اللي درت في المقلات. وهذا الشكل الثاني ديال الطبق ديالنا في شويه اوقات البانيني كيجي هكا، كيجي بحال مشوي.